سيداتي أنساتي وسادتي الماش ممتاز. عندكم علاقة؟ عندكم علاقة وعندكم شكوك ما عارفينش وحيرين نعيطوا معاكم نجربوا عيطوا علينا ستوندار إذاعة إيت راديو 05 30 300 300 05 30 300 300. مدي وي سي مومو اش اخبارك؟ الله يحفظك لالي خطيك صافا مزيان مرحبا كلشي بخير اخويا. بغيت نجرب زينب هذه تمشور انت معاها؟ وي احنا تمشور وانا علاقة باقا جديدة العلاقة زوينة العلاقة تمشور الأولى زوينة تمشور الأولى طولنا شوية سي مومو علاش؟ كنت معول على 8 شهور يا 3 شهور ولا هذا ساعة الله يجعل بارك من الأول كنت معول على 3 شهور هذاك الشيء اللي كاين يعني كنت ناوي مع المعقول ياك؟ وي باقا ناوي مع المعقول كنت ناوي على 3 شهور والمعقول ما يمكنش غير منطقي علاش بغيت تجربها مهدي؟ اش نقول لك السي مومو كنتلاقى معاها السيده ما تجيش مع التليفون في الواتساب تنخونو تنهضرو ما تهضرش معايا بزاف تتخرج تتعاود تدخل تتخرج ما تجيبش مع التليفون ديالها في كافي ما عمرنيش التليفون ديالها ملي كنسولها علاش كتقول لي فوالا راه يقدر يتشفر ليا عادي كنقول لها راه غنجي لدارك وما لي عاوتاني تتبدا تقال لي الاعذار خاليه الله مات ماما غدير عمليه فاش كتقول انت غتمشي تخطبها فاش تقول غتمشي تخطبها كتقول لك راه وداك الشيء متاكد منه ولا متاكدش منه انت؟ هذا كاين شكوك كاين شي حوايج بحال لقيت شي كذبه مثلا مرات فوالا كي راه في دارهم تتقول لي لا راني مشيت عند الطبيب مع ماما وهي داك الشيء ما كاينش تما فين بديت تنشك بزاف الكذوب الانسان ملي كتلقى ليه واحد الكذبه ما كتقدرش تثيقه واخا يكون هو راه تيهضر معاك الصح معلوم الثقه ما بقاتش الثقه ما كايناش هذا بالك كيوقع مني هو هذا وانه بزاف ديال اغلبيه الاحيان كنعرف كنسمعوا انه الواحد ما كيقدرش يصارح الاخر يقول ليه يهضر معاه صعيب باش يقول ليه راه ما بقيتش باغيك ولا هاد العلاقه ما بقيتش باغيها كيبدا يتهرب كيبدا يتهرب الواحد من عاقل الواحد كيبدا يتهرب والكذوب في العلاقه ما مزيانش لا ما مزيانش وي نعيطو مهدي نعيطو لزينب مرحبا سي مومو نعيطو الو الو السلام عليكم عليكم السلام نقدم لك راسي لالا معك فاتي من شركة ورود المغرب انتي ما بين الناس المحظوظين اللي ربحوا معنا ان بوكي د فلور تقدري تهديه للحبيب الخطيب او الزوج ديالك لمن تبغي تهديه نهديه لراسي الا كنتي فشي علاقة رومانسية هادي هي الفرصة ديالك باش تعبري لي على الحب ديالك لالا قطعت مدي انت سميتك راسي لا 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 المدي نعود نعيطو لها مدي الو السلام عليكم زين شخبارك بخير لاباس عليك الحمد لله معك مومو عرفتيني ايه راك معايا في ماش موم تيست وكاين واحد السيد اللي ما عيطنا باش نعيطو لك باش نجربوك شكون قلتي راسي ما مسالين راسكم انا عادي مسالين والله اخويا مهدي والله العظيم حنا مسالين راسنا اخويا اش بالك انت يا شنو بالك ما رايك واش نبان ليا اللي بان لكم راه بان ليا مروان يا خويا مومو اش اخبارك كدير اخويا يعني لاباس عليك كلشي مزيان الحمد لله مرحبا اخويا بغيت نجرب خديجه مرحبا هذه عام وانت معاها انا عام ومعها اخويا مومو واخا هو هذه 4 شهور باش وديك تشك فيها حيت ما بقاش الاهتمام كيف ما كان قبل ما بقاش الاهتمام كيف ما كان اخويا مومو شنو عمرك عيطوا لك انت ولا كيعيطوا لها هي لا تعيطوا لها هي اخويا مومو فين ما كنتش معاها التليفون ليها انه ما شلال وما كيصوني ولا تنقول لها شكون كتبقى تلقى لي الاعذار ما عرفتش هاد النمره ولا هادي ديال صديقتي ولا كذا وتقول ما تجاوبش على التليفون واتساب بعض المرات كنلقى اونلاين حتى الجوج الوحده اونلاين عاوتاني اونلاين هو يتزوج بها ان شاء الله اخويا مو ولا كتب وكتهضر مع الزواج كتقول لك هي اخويا فيما قلت لها فلانة بغيت نجا عندكم لداركم كتبقى تقول لي صبر صبر المدة ديال عام وانا معاها فيما قلتها لها كتبقى تقول لي صبر بلاتي صبر بلاتي صبر بلاتي البنت ما بقاش كيف ما كانت داك الاهتمام اللي كان ما بقاش اش راه كيوقع كل علاقة ديال الحب فيها مراحل وكاين شي مراحل واحد خصو يتقبلهم لان هاد كيكونوا غير مراحل كيدوزوا كتكون شي وقيته جيب ليا بزاف اخو مومو صراحه بزاف عيتي بقات ديك الاهتمام شي لا ماشي تقدر تعيط دابا شي واخا بلا انت تكون معاه فهمتي انت معاه ولاني ما فهمتش كيفاش نشرحك بحال هو ما عادش ما مسوقش ليك الله يحفظك كتحس بحال بحال انت بحال انت اللي تابع انت اللي كدير كل داك تعيط كتقطع راه الوالدين اخويا مومو بحال ما بعض المرات تنسمع الهضره كاع وتندير بحال ما سمعتش باش ما نخسرهاش فهمت واخا تقول كاع ما تقولش لها شي حاجه باغي تقولها لها غير خوفا ان يبقى فيها الحال
الله يرحمك ويرحم اخويا على سبه وصافي. شي حاجه اللي تقلق هي ما تحاولش نديرها انا باش نبقى ديما اليز معاه ديما نبقى نبنزون. نعيطو مروان نعيطو كل خير ان شاء الله. نعيطو مروان نعيطو. الو السلام عليكم. السلام عليكم. معك فاتي من شركة ورود المغرب. احنا واحد الشركة مختصة في بيع الورود تيما بين الناس المحظوظين اللي ربحوا معنا بوكي دفلا قدريت هدية الحبيب الخطيب او الزوج ديالك. لالا نادي الحبيبي مروان. اين المدينة كاين مروان؟ دريم الليل. شنو تبغي تكتبي لي مع البوكي دفلا؟ نقول لك كنموت عليك وصراحة ما راه ما نقدرش نبدا شي واحد اخر من غيرك. الله يخليكم لبعضياتكم. لالا وسقسي عليه سولي في السيد راه دايخ السيدة خديجة. خديجة خديجة شخبارك؟ نعم. معك مومو كدير لاباس عليك بخير عرفتيني؟ الحمد لله عرفتك. وراك معنا في المشفى ممتاز. عزلتي مروان مرون والمعي تلقى لك واش يجربك وسقسي فيه لك تبغي وكتحبيه واش الشخص اللي وسقسي فيه سولي ما تفرانيش راك مفرانية. علاش؟ ايوا هو يقول لك علاش مروان قولي علاش اضطريت ندير هاد الشيء خديجة على قبلك باش نشوف واش كتبغيني كيفما تنبغيك ولا لا. راه هضرنا ديال قلتلك راه ما فهمتيش من غيرك او لا. قلت لي يا عمره الهضره ما هو اللي كان مؤخرا وليتي بشكل اضطريت ندير هاد الشيء هذا باش نشوف شنو كاين. ايوا سبقتيني انا كنت غنعيط لماما نديرها لي صح. الله يكملكم بالخير. هاد السيد كتبغيه كتحبيه. شكرا اخويا مومو بزاف شرف لي انا هضرت معاك صراحه فرحانه بزاف. وي السيد كنبغيك او ما نقدرش نشوف شي واحد من غيره. يا الله يكرم بالخير. الله يكرم بالخير مروان بقيتي على خاطرك خويا مومو. الله يحفظك لي يا خويا مومو تبارك الله عليك بزاف اخويا مومو. الله يكرم بالخير اخويا. الله يكرم بالخير اخويا مروان. زايره سلام عليكم. السلام زايره انت كلشي بخير الحمد لله. زايره انت من النوع ديال الناس اللي فاش كيكون مخلوع كيكون كالم كيكون ظريف جونتي. بغيتي تجربي شريف؟ ايه. هادي 9 شهور انت معاه تقريبا. التعارف ديالكم العلاقه ديالكم مبنيه على اساس المعقول الزواج ولا فريستايل؟ المهم كاين شي حاجه دي واضحه باش من المهم كيقول هو كاين حب. واخا وانت كتحبيه؟ واخا اللي علاش بغيتي ديري مش ممتاز حيت هو عنده 3 نوامر تليفون جوج فيسبوكات جوج انستغرامات. غنية السيدة غنية بالتواصل غنية كيتواصل بجميع الإمكانيات جميع الطرق ما كفاش واحد. وشنو أخر عاوتاني شنو حاجة اللي مبرصتك؟ التليفون ديالو ما نقطوش في يدي نطلب شي حاجة تجي يعني من شحال هذا من السابع المتاحين تحضر بغيت نحصلو. ودابا أنت اللي باغا تحصليه معناتها أنت في دماغك بالنسبة لك كيدير شي حاجة. كاينة شي حاجة يعني ملي أنا كنمشي وكيكون التليفون ديالي يعني بصونري ما فيهش مود دافيون فيه الانترنت تليفون عادي محطوط حداه التليفون ديالو هو سبحان الله غير كنتلاقاو كيدي شارجا كتولي فيه مود دافيون كيولي الانترنت ما كاينش الويفي ما كيتكونيكطاش بيه واخا كنكونو جالسين في القهوة وكيغبر لي الاثار الاثار ديالو كيغبر كيبقى خدام غير بواحد التليفون اللي يعني هو بالنسبة ليه يمكن ما فيه حتى شي حاجة. واخا لالا نعيطو نجربو. الو الو السلام عليكم. نعم لالا معك فاتي من شركة ورود المغرب. احنا واحد الشركة مختصة في بيع الورود. بيع الورود؟ وي. الدومين اللي خدمتي فيه وهاد لابيبليسيتي ديال بوكي دفلا؟ وي. خدمت فيه في 1998 دونك هاد البلاك اللي بغيتي ديريه السيدة اللي مصيفطك تقدر تقولها نيشان. ما تقلقش الشريف قال لها تواجه في 1998 وييي هو دابا بلاك ان بوكي دفلا والشريف عادي عايش وسط لي فلوغ. مزيان اخويا صيفطنا شويه الوقت اخويا. معك مومو بخير؟ مومو صافا لاباس خويا. كاين واحد السيده اللي معيطه لنا باش نعيطوا لك باش نجربوك شكون هي؟ المهم شوف انا عندي لي فون ولكن عندي وحده في حياتي كنبغيها وهي عارفه راسها دونك فوالا. مي هاد لو فلور هذا البوكيت فلور اللي تقدر تهدي كل كيهدي لمق من هي ولا هي عارفه ديجا باني انا كنبغي امي اكثر منها. الله يخليها لك اخويا. العلاقه مع الام ما عندها حتى شي علاقه مع العلاقات الاخرين. لا لا يخطيك. المهم النوم ديالها بادي بزاد بلا ما نكبر السميه. وزيد كاينه زينب كاينه ساكنه في الرباط كاع اون بلوس ساكنه في لاكدال. يلا سول هي ممكن يكونوا عندي زوج وساكنين في لو ميم كارتي وفي نفس المدينه وعاد هضرش معايا ميم با دابا واحد 15 مينيت ولا 20 مينيت باش هضرنا سي بوسيبل. واخا هضري معاه زايره. ايوا صافي فوالا ميساج لوسي صافي تاع نوصل الميساج. يلا يلا ميساج مومو
ميساج وسطين. الله يعاونك اخويا شريف. تهلا ميرسي بوكو. خلي على اختك في جونجي. على اختك مشغول سير اخويا. شنو تيست بخير؟ عزلك انت قول شي بخير وعلى خير. وشكرا بزاف الزاهره. والله يسهل الامور والله يعاونك. الله يسهل الامور. الله يدير فيها الخير. ديروا معنا المشموم تيست 05 05 30 300 300 05 30 300 300.